الخبر الاول اللي عدنا عن المتابعين وفضيحتهم البيسان وانس الشايب، انه المقلب اللي سواه عباره عن كذب، فانتشر هذا المقطع اللي يوضح بيه انه المقلب اللي نزلوه كان كذب، فرزوا على هذه الدار لما طفى الجهاز شلون الكاميرا بوجه انس الشايب وفلاش الضوء مالتها نفس الشيء، وانس مسوي نفسه انه ما ينتبه، واضافتهم لاخفاء اسم كذب من التعليقات اللي عليهم على المقطع. اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تعرفون المقلب كذب او عرفتوا بعد من هذه الدلائل. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار، فنور مار نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات كانت يا رمار، واللي من خلالها انه اليوم راح ينزل مقطع على القناة الثانية على الساعة بالأربعة، راح يكون فيديو خطير ومنتظرين من زمان، راح احط لكم الستوريات تشوفوها. يو جلدين، بكرة إن شاء الله في فيديو جديد أنا وياغا، عملنا لكم إياه بكرة على الساعة 4، خليكم يكون جاهزين على القناة الثانية، فيديو كثير خطير ومثل فيديوهاتنا القديمة اللي أنتم عم تستنوها من زمان، باي. أما اليوتيوبر الثاني عندنا فهي مريانا، فمريانا نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات كانت برومو للمقطع راح ينزل اليوم على الساعة بالأربعة على قناة طبنجة، راتكم البرومو شوفوا. شيخ عم تتحداني يعني؟ إيه عم تتحداني وحبك أكثر. علي الحلال بيجي لعندك وين أنت حبك أكثر من سيري وبيقطعك من حيني. يلا سكر 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 لك سكر. كيفكم شو أخباركم أصدقائكم شايفين؟ فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع من متحمسين أكثر بين طبنجة ونور مار. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفوا من حقيقة نور ستار وخفاها الاسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدها، أما نسأل عن السبب في صار مشكلة بيناتهم، خاصة نور ستار صار تصور يوم وفلوغ ونارين بيوتي متعاركوا يوم وفلوغ. أما بالنسبة للدليل ندخل على آخر مقطع نزلت نور ستار ونكتب اسم نارين بيوتي، بعد نروح على كلمة الأحدث وأنا عم بتفق تعليق وتعليق الأشخاص اللي قوا رأي، بعد ما نفضهم زين نروح على غير الحساب عم نشوف هل التعليق اللي حيطلع للناس أو لا، بعد ما غير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح على كلمة الأحدث أولا راح نشوف إنه تعليقه ما ظهر وإنما تعليق هذول الأشخاص ثانيا ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وحركة نور ستار لإخفاء اسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدها. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل واعترفها بشربها للخمر لاول مره، انتشر هذا المقطع على التيك توك اللي كان بث مباشر واللي تعترف بيه انه ابوها كان يشرب خمر وهي نفس الشيء صارت تشرب وياه بيوم من الايام، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. شربت خمر قبل كده؟ بلا في حادثه صارت معي. في مره واحده بس، انا بقول لك امتى بس فهمونيش غلط، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلبتش عصير انا كده. اوكي لا انسوا كل شيء، عن جد مره شربت خمر بس بتعرف امتى؟ فهمت. فكانت قدامي كاسه خمر، كنت قاعده بحضن بابا وكان قدامي كاسه خمر تمام. يعني كنت ما بعرف شو لون ويسكي شو عرفني شو، المهم كان في قدامي خمر الخمر تمام. فانا كنت سهرانين بحفله وقاعدين بحفله وكذا، فانا قاعده بحضن. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات هل انصدمتوا بعد ما عرفتوا انه بيسان تشرب خمر او كنتوا تعرفون هذا الشيء من زمان. الخبر الخامس اللي عدنا عن مايا الجمال ودرجة الرخصة اللي وصلت لها اللي صارت تنشر بيه فضايح على حسبها بالانستغرام، فمايا الجمال نزلت على حسبها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بفضيحة لها، وكل الكومنتات قاعدين يقولوا لها انه انت صارت تفضحين نفسك بنفسك، هي كانت تبوس بيه واحد من الشباب واحد من المتابعين صورها وصار ينشر هذه الفضيحة بكل مكان، وحتى هي فقدت الامل لدرجة صارت تنشر فضايحها بنفسها. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات هل تتوقعون انه مايا الجمال تعدت بيسان اسماعيل بالفضايح او لا؟ ووصلنا هنا وصلنا لمقطع من المقطع، اشوفكم لايك شاركوا بالقناة شاركوا في زي ما قدمت من القصص وبس، مع السلامة.